السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تعرفوني؟ أنا صديقكم القمر. صورتي صارت دائرية وأسمى بدراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، ففي صباح هذا اليوم شعر سامي أن والدته حزينة لأنها لم تقم بزيارة أختها منذ مدة طويلة. كانت أم سامي تشعر بشوق كبير إليها، لكن مشاغل الحياة في بلاد الغربة جعلت الزيارات بينهما قليلة جدا. طلب سامي من والدته أن يذهبا لزيارة خالته مهما كانت المشقة. وكم كانت فرحة الخالة كبيرة برؤية أختها وابنها، فصلة الرحم في شهر رمضان لها ثواب كبير عند الله تعالى. وها هو سامي يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء.